فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا في صفة جهنم وما جاء في صفة قعر جهنم روى المصنف بسنده الصحيح عن قال عتبة بن غزوان على منبر هذا منبر البصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها كان الله في عونها حفظها ربي كان الله في عونها الله يعوضها خيرا بإذن الله. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه كان الحديث فيه ضعف لأن فيه ابن لهيعة عن دراج أيضا أبي السمح عن أبي الهيثم ضعيف وأيضا ابن لهيعة ضعيف. قال الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ويهوي فيه كذلك أبدا. وهذا لقول الله جل في علاه والله اللهم أمين. قال سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. هذه أيضا من صفة جهنم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم على صفة جهنم وعمق جهنم وقلنا بأن جهنم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يجر لها 70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 لها 70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 أعوذ بالله. يعني نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا ويحفظ بكم وأن ييسر لنا ولكم وأن يجعلنا من المخلصين اللهم أمين يا رب العالمين. إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على عمق جهنم وهم فيها. انظر إلى عمق جهنم وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هيئتها وأنهم لما سمعوا الرجفة والزلزلة قال هذه صخرة ما وصلت إلى قعرها إلا بعد 70 خريفا. وقد قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة ودعوا ثبورا كثيرا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الصخرة أو الحجر ما وصل إلى عمقها وما أفضى إليه إلا بعد 70 عاما. الله تعالى قال عن النار كلما ألقي فيها فوج لماذا تقول هل من مزيد. فالله جل في علاه يعني كلما قالت هل من مزيد وضع لا تكتفي عمقها لا تكتفي حتى يضع الجبار رجله فيها فتقول قد ويزوي بعضها إلى بعض. هذه النار اللهم أجرنا من النار. حديث عن الحسن عن عتبة وقال علماؤنا الحسن لم يسمع من عتبة ففيه إرسال. الحسن لم يسمع من عتبة وفيه إرسال. المنذري في فصل قال وبعد قعر جهنم عن خالد بن عمير قال خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه فقال إنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من إن النبي ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 خريفا ما يدرك لها قعرا والله لتملأنه أفعجبتم. وهذا رواه مسلم والأول الحسن عن عتبة والحسن لم يسمع منه لكن حقا النبي وصف النار وصفا دقيقا بأن الحجر إذا ألقي من شفيرها لا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفا فكيف يكون العمق. لذلك أنت ترى كيف جهز الله النار للمنافقين وهو يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ويهوي فيه كذلك أبدا. الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ويهوي فيه كذلك أبدا. أيضا أراد أن يبين عمق النار وهي تفسير لقول الله تعالى سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر.
والصعود قال جبل من نار، وهذا حديث لم يصح. الغيبيات لا يمكن القول بها 70 سنة، يعني 70 سنة الغيبيات لا يمكن التكلم عنها إلا بما ما ثبت نصا. الغيبيات لا يمكن التكلم عنها إلا بما ثبت نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما في القرآن وإما في السنة. وهذا حديث فيه ضعف ابن لهيعة اختلط، وأيضا دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ضعيف. وما جاء أيضا في عظم أهل النار لزيادة العذاب، لك أن تفهم قول الله جل في علاه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن غلظ جلد الكافر، وهذا حديث عن أبي هريرة، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه أو ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. شوف العمق والسعة. اللهم سلم سلم يا رب، 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 سبحان ربي العظيم. يقول إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، يعني جبل أحد في تعظيم الهيئة، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة، وهذا لينال العذاب، ليشتد عليه العذاب. يعني ثخانت جلد الكافر 42 يعني ذراعا، معناه أنه كما قلنا يعني تتكسر العظام وتتهشم، ولتذوب الجلود كما وصفها علام الغيوب عندما قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، ومن ورائه عذاب غليظ. قال: وإن مجلسه موضع جلوسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. رب سلم سلم، رب سلم سلم، رب سلم سلم، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ولذلك يشوف الاتساع والعمق، الاتساع والعمق. إن شاء الله كان الله في عونكم، يسر الله عليكم. هو النت يظهر ضعيف، أرجو أن يكون النت من عندي أنا ضعيف عليكم يعني. وهذا حديث قال المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث، رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: قال: جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، الله أكبر، وضرسه مثل أحد، رواه الحاكم وصححه. وهو رواية أيضا عند أحمد في المسند، قال: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار ما بين وبين الربذة. وأبو هريرة قال: وكان يقول، يعني قال: بطنه مثل بطن أضم. وهذه معناها أن الكافر يعني الله جل وعلا يجعل له قوة مضاعفة وبدنا مضاعفا من أجل أن ينال العذاب. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار مسيرة 3 مثل الربضة. وهذا أيضا كله دلالة على أن الكافر يصلى نارا تلظى، وأن الله جل في علاه. تفضل يا إسلام، تفضل من عندك. طيب رضي الله عنكم، يسر الله عليكم الأمر. ضرس الكافر مثل أحد، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على شدة العذاب والنكال الذي يكون فيه الكافر. لو لم يكن إخوتي الكرام العذاب والنكال إلا العذاب والنكال المعنوي لكفى، لأنه من العذاب المعنوي ترى بأن الله جل في علاه يجعل الجميع يستهينون به، والملائكة أيضا تزجه استهانة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. كلما ألقي فيها فوج وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزناتها: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتنا ويقصون عليكم آيات، وقال ألم
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها هل لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وكما قلنا بأفظع الألفاظ والألقاب يقال لهم، هذه دلالة واضحة جدا على عظيم الجرم الذي هم فيه، ولذلك هم يعني يدخلون النار لا يخرجون منها أبدا، لأن أعظم الجرم وأظلم الظلم هو أن تجعل الله ندا وقد خلقك ورزقك وأعطاك ومنحك ومع ذلك جحدت بآياته وكفرت برسله، فأنت إلى بوار، إلى عار وشنار، تصلى النار يوم القيامة إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. وأيضا في رواية عن أبي هريرة رفعه ضرس الكافر مثل أحد. كما قلنا عظيم الخلق هنا لعظيم العذاب وعظيم النكال الذي يكون به. نسأل الله أن يعافينا وأن يجيرنا من النار. من قال اللهم أجره من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره، اللهم أجره من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. نعم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.